أخبار الحكومة في فقرتنا الصحفية وخبر في جريدة الأهرام عن إعلان رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي لأسعار الغاز الطبيعي في المنازل والأنشطة التجارية. وقال رئيس الوزراء في قرار تحديد الأسعار الجديدة هيكون وفقاً لشرائح الاستهلاك وهتبدأ من 0 حتى 30 متر مكعب، وده هيكون بقيمة 175 قرش للمتر الواحد. أما الشريحة الثانية واللي هتتراوح ما بين 30 متر حتى 60 متر مكعب هيكون سعر المتر فيها 2 جنيه. وقالت المصري اليوم في عناوينها الرئيسية عن قرار الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية إن التطبيق هيبدأ من شهر أغسطس اللي جاي.